فقرات كل يوم بيوم مكملة معكن مشاهدي سوبر تي في، وبفقرة حزيل النهرة مثل ما عودناكن دائما نحن عم نختار ونتناول مختلف المواضيع الروحية، وعم نحكي عن سير القديسين. مثل ما نعرف القديسين هن حالة قدسية بالإيمان المسيحي وبتاريخ الكنيسة السريانية، وكمان الاحتفال بذكراهن هو تقليد مقدس بالكنيسة. اليوم رح نتعرف ونعرف أكثر عن سيرة وحياة القديس مار إسيا الحكيم، يلي دائما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية عم تحتفل بعيده ب 15 تشرين الأول. رح يكون معنا اليوم الأب ميخائيل يعقوب، كاهن كنيسة مار إسيا الحكيم بالدرباسية. بارخ مور أبونا، أهلا وسهلا فيك معنا بلقاء متجدد عبر شاشتنا. شاينا بشلومة تودي ساقي أبونا، أكيد سعيدين بوجودك ودائما تلبي دعوتنا وتكون موجود معنا بإن كان بحلقاتنا أو ببرامجنا. الله يخليك. بداية زي عيد بريخة أبونا. عيد بريخة. صلوات القديس تكون مع الجميع. مع الجميع إن شاء الله. آمين. مثل ما ذكرتوا رح يكون موضوعنا عن القديس مار إسيا الحكيم، نعرف أكثر عنه، ولكن بداية تقدر تخبرنا ليش تم تسمية الدرباسية بهذا الاسم؟ الدرباسية اسم انوجد بسبب القديس مار إسيا الحكيم، لأنه القديس مار إسيا الحكيم كان له كنيسة في المنصورية شمال ماردين عمرها مئات السنين. وقديما، وهذا أمر معروف وشاع عند الناس، أنه ما كان في أطباء مثل اليوم. كان في أطباء يعملون بالحكمة الشعبية، ولبين ما كانت تنجح حالة معا بدهن وقت طويل، 20 حالة كانت تفشل معا أو 100 حالة كانت تفشل معا. ولذلك الناس بدافع الإيمان أولا وبدافع الحاجة ثانيا كانوا يلجأوا للقديسين، لأنه القديسين شفعاءنا وشفاعة مقبولة. هلا القديس مار إسيا الحكيم هو قديس شفيع خصوصي للمرضى. نعم. لأنه ربنا اختاره من بطن أمه يكون طبيب روحاني يشفي المرضى باسم المسيح وبقوة صليب المسيح له المجد. نعم. وذاع صيته عبر التاريخ، يعني 1600 سنة ذاع صيته، وخاصة بعد نياحته. فذاع صيت كنيسته في المنصورية شمال ماردين، انه كل من ياخذ مريض ويروح له هناك عمينا للشفاء بشفاعة هذا القديس. فصاروا الناس من المنطقة الجنوبية وغرب المنطقة الجنوبية وشرق المنطقة الجنوبية، يعني تقدر تقولي من العراق لا بادية الشام لا البحر، الناس كان يجيبوا مرضاهن ويأخذون للمنصورية مشان يشفوا بشفاعة القديس مار إسيا الحكيم. فالطريق كان من هالمنطقة هاي اللي اليوم اسمها الدرباسية. نعم. هلا قديما كلهم كانوا سريان. ايه. كلياتهم كانوا سريان. نعم. فالمنطقة هاي والطريق هيك باتجاه ماردين تسمى باللغة السريانية دربود أسيوثو. باللغة السريانية. نعم. الغربية. باللغة السريانية الشرقية دربود أسياتا. هلا الكلمة بقيت ما هي في مثل ما هي في اللغة العربية السريانية، بس لما تعرب اللفظ اندغموا الكلمتين دربو دوسيوتو، يعني طريق الشفاء، اندغموا الكلمتين وصاروا درباسية. فالسبب هو مار إسيا الحكيم. تمام أبونا. بعد تنقل ما صارت هاي الكنيسة بالدرباسية، أيمت انبنت وإيش قد تنقل طول بناء، أو تقدر تحكي لنا هالتفاصيل كمان؟ هلا أولا سبب البناء يا بنتي، لما تعرض شعبنا للسيف اللي أقاموه أعداء الإنسانية كليتا على شعبنا، وراح ملايين الشهداء من المسيحيين. صحيح. ففي ناس لحقوا حالا قبل ما ينقتلوا وهربوا، والخط الحدودي في هذيك الوقت كان يسمى فوق الخط تحت الخط، فهربوا اللي لحق حاله اجوا تحت الخط يعني لسوريا. من الناس اللي هربوا جماعة المنصورية اللي كان فيها كنيسة مار إسيا الحكيم، شعب المنصوريين هربوا بالكامل.
كلياتهم ما بقى ولا واحد. تمام. بس يبدو كان عندهم بعد نظر وشافوا انه هروبا هو الى لا رجعة. فشافوا انه حرام يتركوا تراث كنيسة مارس الحكيم في المنصورية. فاجوا وجابوا معهم كامل تراث كنيسة مارس الحكيم في المنصورية. الكتب والايقونات جابوهم معهم. اجوا واستقروا هون بالمنطقة. هلا قبل ما يجون القرية اللي مقابلنا في تركيا هي اللي كان اسمها درباسية. فلما اجوا شعبنا وبنوا المدينة سموها درباسية. قاموا الاتراك غيروا الاسم الى شنيورت. نفس المعنى تقريبا. بالسرياني درباسية طريق الشفاء، بالتركي شنيورت طريق السعادة. يعني تقريبا نفس المعنى. المهم استقروا وجابوا معا تراث الكنيسة، فوجدوا انه لابد انه يعمروا كنيسة على اسم القديس مارس الحكيم ويحطوا هالتراث في هالكنيسة. فعمروها في سنة 1930، عمروها المنصوراتية، شعبنا السرياني المنصوراتي عمروها وبوجود كافة الشرائح طبعا، وحطوا هذا التراث. طبعا عمروها من اللبن والطين، بعدين رجعوا جددوها في سنة 1949 وبنوها من الاسمنت المسلح. نعم أبونا، بعد ما عرفنا أكثر عن الدرباسية وسبب البناء وشلون صارت، نقدر هلا نفوت أكثر بتفاصيل ونتعرف عن القديس مارسيا. مارس الحكيم يا بنتي أصله إيطالي، لأنه هو ابن أخوه للإمبراطور ثودوسيوس الكبير إمبراطور روما. أبوه كان والي معين من قبل الإمبراطور في فاريا في لبنان، وهو ومرته ما كان يجيبوا أولاد، بس كانوا مؤمنين جدا لأنه عائلة الإمبراطور كانت مشهورة بالإيمان. ثودوسيوس الكبير مشهور كان أنه مؤمن حقيقي ومؤمن قوي، وعائلته كلها هيك. فهذول قرروا يبدأوا مشوار من الصلوات والأصوام والنذورات مع ربنا يسوع المسيح ولا يملوا. وفعلا بدأوا مشوار الصلوات عشرات السنين يعني وما ملوا، لبين ما استجاب ربنا لصلوات وصوام نذورات وحبلت أمه لمارسيا. وطبعا ما أنجبت غيره، يعني هو الوحيد اللي أنجبته. على أيام الولادة الرب الإله أمر واحد من الرهبان كان اسمه مرقس، قال تروح تأخذ الولد تعمده وتسميه إسيا، لأنه هذا اخترتوه من بطن أمه، يكون طبيب روحاني يشفي المرضى باسم المسيح وبقوة صليب المسيح. فراح التقى، كان ولد إسيا، التقى بأبوه والتقى بأمه، قال لهم هيك القصة، الرب أنا كلفني وهذا مختار للرب وأنا جاي أعمده وسميه إسيا. فعمده وسماه إسيا، وإسيا معروفة يعني أسيو كلمة سريانية يعني طعن الطبيب. نعم. أسيو في السرياني الغربي وإسيا في السرياني الشرقي يعني الطبيب. وبعدين بما أنه ما أنجبت أمه غيره، فاهتموا كثير في الصبي، أولا على الصعيد الديني. فصاروا يربوا تربية دينية خالصة. واثنين على الصعيد الحياتي، لما صار عمره 20 سنة ما انجبوا غيره، فمشان استمرارية النسل قرروا يزوجوه. هلا هو بسبب التربية الدينية المسيحية الصالحة عشق المسيح. لما اجوا بده يزوجوه عرضوا عليه الامر، رفض ونزل من حيث لا يدرون للبحر، ركب سفينة وراح على القدس، وفي القدس هونيك تبارك من أماكن المقدسة ولبس الإسكيم الرهباني في القدس. هي قصته تقول لبس الإسكيم الرهباني في القدس، ومن هونيك توجه لبرية سيناء، وفي برية سيناء بتدبير إلهي الروح القدس قاده إلى مغارة شيخ قديس كان اسمه ديمط. فالتلمذ على إيد القديس مارديمط، تلمذة نسكية طبعا على إيد القديس مارديمط،
بقي معه على مدى 10 سنوات لبين ما تنيح القديس مرضيمط، وهو كمل لحاله في صحراء سيناء مع وحوش البرية 15 سنة أخرى، لبين ما الرب الإله بعت له الملاك وقال له الرب الإله يأمرك تطلع وتمارس المهنة اللي اختارك لها من بطن أمك اللي هي الطب الروحاني، وتبشر وتكرز وتبني الكنائس. فطلع بأمر من الرب من برية سيناء ورجع هيك باتجاه فلسطين، ومن فلسطين اتجه للشرق في بلاد أجدادنا الأشوريين والكلدان والسريان، بلاد ما بين النهرين وبلاد الفرس، لبين ما وصل للهند. نعم. ومن هونيك رجع بطريق أخرى لبين ما وصل إلى أنطاكيا. في الطريق الأولى وفي الرجعة كان يكرز ويبشر ويتلمذ ويبني الكنائس ويشفي مرضى بالجملة، بالروحة بالذهاب وفي الإياب، لبين ما استقر في أنطاكيا وتنيح في يوم 15/10 سنة 377. نعم أبونا، بالإضافة للنقاط اللي ذكرتها، ومثل ما قلت أنه القديس مارسيا هو عشق وحب المسيح وراد يكمل بهذا الطريق وصار راهب، إيش نقدر نعرف أكثر كمان عن المعاني الروحية للقديس مارسيا؟ هو يا بنتي سؤالك طبعا جميل. ليش؟ لأنه نحن ما يهمنا من القديسين بالدرجة الأولى هي السيرة. نعم. يعني مثل ما يقول الرسول بولس، انظروا إلى مرشديكم، أطيعوا مرشديكم، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. صحيح. يعني هلا في التاريخ نوجد قديسين كثير بس انغمروا، انطمسوا سيرتهم وأسماء وحياتهم كلها انطمست، ما استفدنا شيء. فنحن الغاية هي أنه نتمثل بسير القديسين. يعني السيرة هي أهم، السيرة هي أهم. هلا نحن بحسب ما حكينا من سيرة القديس مارس الحكيم، إذا ما سلطنا عليها ضوء الكتاب المقدس راح نشوف نقاط بارزة كثيرة روحية في سيرة القديس مارس الحكيم. أهمها أو اللي بدي أتوقف عندها أنه هو من بطن أمه تم اختياره لأنه يكون قديس وشفيع للمرضى من بطن أمه، ولهي مسألة في كتابنا المقدس، موجودة في كتابنا المقدس، مثل داود النبي قال من بطن أمي. صح. أنت اخترتني من بطن أمي. النبي إرميا لما ربنا اختاره أنه يكون نبي كان ولد صغير، قال له يا رب أنا ما أقدر ولد صغير، قال قبل أن كونتك اخترتك وفي البطن عرفتك. فمسألة الاختيار من بطن هي مسألة موجودة في كتابنا المقدس، هاي واحدة. اثنين، انه ربنا اختاره لانه يكون طبيب روحاني يشفي المرضى باسم المسيح وبقوة المسيح، وهذا اصلا كان من صلب عمل الرسل والتلاميذ. لما ارسلنا الارسالية الاولى قال لنا اشفوا مرضى، هلا شلون شفوا؟ باسم المسيح، بقوة المسيح. ولذلك بحسب المعنى نحن دائما نتوجه إلى ربنا عن طريق الآباء الرسل وعن طريق القديسين، خاصة في أمراضنا المستعصية وخاصة في أمورنا الصعبة نلجأ، لأنه هن عندهم قوة من المسيح. صحيح. المسألة الثالثة أنه عمده معمودية مسيحية وهو كاهن راهب يعني، وبالتالي المسألة هي مسألة المعمودية بيد الكاهن، لأنه نحن في إيماننا المسيحي ليست المعمودية شرعية أمام عرش الله إلا إذا كانت بيد كاهن، وبما أنه كاهن فهذا يعني أنه ينتمي إلى كنيسة رسولية، وبالتالي لا تعتبر الكنيسة المعمودية شرعية أمام عرش الله إلا معمودية الكنيسة الرسولية. فهي نقطة أخيرة أخذناها من سيرة القديس مارس الحكيم. كمان نقطة أنه ربوا تربية مسيحية صالحة جدا. تربية مسيحية صالحة جدا.
تلبية لقول المسيح: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. نحن ما ممكن نقدم أولادنا للمسيح إلا بالتربية المسيحية الصالحة. يعني شلون بدنا نقدم نحن؟ هلا المسيح ما يشوفهم، مو مثل هدوك الأولاد اللي قدموهم كان يشوفوا المسيح وحط إيدين على رأسهم واحتضنهم وباركهم. نحن هلا ما عم نشوف المسيح، شلون بدنا نقدم أولادنا للمسيح؟ بالتربية المسيحية الصالحة، أولا بالمعمودية يلبسوا المسيح، وبعدين بالتربية المسيحية الصالحة نقدمهم هدايا صالحة للمسيح تحقيقا اللي طلبوا: دعوا الأولاد يأتون إلي. فمارسيا ربوا التربية المسيحية الصالحة وقدموا هدية للمسيح بالتربية المسيحية الصالحة. كمان من المعاني الروحية يا بنتي إنه عشق المسيح. طيب شو يعني عشق نحن في إيماننا؟ شو يعني عشق المسيح في إيماننا وفي كتابنا المقدس؟ هلا المعروف إنه العشق يعني في حبيب، ما هيك؟ وهذا الحبيب واحد يتطلع لقاله إنه يكون عريس، ما هيك؟ ونحن في إيماننا المسيحي المسيح هو حبيبنا وهو عريسنا. حبيبنا وعريسنا، عرفتي يا بنتي؟ ولذلك نحن في أهم نظرة إلى المسيح، أو من أهم النظرات اللي ننظرها للسيد المسيح، إنه هو حبيبنا وعريسنا. ولذلك الكنيسة من هذا المنطلق اتسمت عروس المسيح، لأنه الكنيسة هي مجموعة المؤمنين والمسيح هو عريس لكل المؤمنين. ولذلك الرسول بولس قال: خطبتكم، أنتن أبناء الكنيسة، خطبتكم. مثل ما واحد يروح يخطب واحدة، ما هيك؟ هاي انخطبت لفلان. فقال: خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. عرفتي يا بنتي؟ فمارسي عشق المسيح، وهي نقطة هامة كتير كتير في إيماننا المسيحي، أنه بما أنه المسيح هو حبيبنا وهو عريسنا فيجب أن نعشق المسيح. صحيح. النقطة كمان نقطة أخرى من سيرة أو من المعاني الروحية في سيرة القديس مارسيا الحكيم، أنه ترك أهله وترك أموال أبوه اللي ما كانت تعد وتحصى، عرفتي عيني؟ ونزل للقدس وترهبن ولبس الاسكيم الرهباني وراح يتنسك في برية سيناء. هلا كمان هاي نقطة هامة في إيماننا المسيحي. السيد المسيح بخصوص هالنقطة التي تؤدي إلى النسك، في له قولين. الأول: من ترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو زوجة أو أولاد أو حقولا، يعني أموال، من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. هلا هذا الترك ما بيتم إلا في النسك، الترك بكامل معناه مثل ما قاله السيد المسيح لا يتم إلا بالنسك. يعني واحد يترك كل شيء خلاص، ما بقى شيء، عرفتي عيني؟ نعم. القول الثاني اللي المجد قال: هناك خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله. شو يعني خصوا أنفسهم؟ يعني امتنعوا بالكامل عن الزواج والتعاطي الجنسي مع المرأة إذا كان ذكر، وإذا كانت مرأة امتنعت بالكامل عن الزواج والتعاطي الجنسي مع الرجل لأجل التوحد بالمسيح. وبالتالي الزواج والتعاطي الجنسي مسح من قاموسا النفسي والحسي والعاطفي والإرادي والتصوري والعقلي والفكري وإلى آخره، انمسح بالكامل من أجل التوحد مع السيد المسيح له المجد. فالمسيح عفوا مارسيا الحكيم ترك كل شيء وذهب خص نفسه وترك كل شيء من أجل أن يتوحد بالمسيح له كل المجد. كمان من المعاني الروحية اللي نستخلصها من سيرة القديس مارسيا الحكيم، أنه راح بقي 25 سنة في برية سيناء. يعني شو برية سيناء؟ يعني درجة الحرارة في الصيف 60 70،
وحوش البرية، صح، يعني شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. فقط من أجل أن يكمل الجهاد، جهاد التوحد مع المسيح، حتى تكتمل إرادة الرب، حتى تكتمل إرادة ربنا. كمان هاي من المسائل الروحية، لأنه هو لما بده يكون في هذا الجو، فهذا أصعب تجربة، أكيد هذا أصعب تجربة، ما في ذرة راحة وسرور، عرفتي، كل أتعاب وآلام و و و وإلى آخره، كلياتها بالتمام بالتمام، يعني كل تصاليب كامل، الحياة النسكية كلها تصاليب كامل. والسيد المسيح أصلا نوح عليه لهالأمر لما قال: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. عرفتي يا بنتي؟ صحيح. طلع، وطلع هو في طريقه للشرق، وصل للهند ورجع لأنطاكيا، في هالطريقين كان يبشر. والتبشير مسألة دينية مطلوبة من كل مؤمن مسيحي، مو بس بالقديس وأبونا القس. عرفتي عيني؟ كان يكرز، كان يوعظ، كان يشرح، كان يفهم، كان يتلمذ، مثل ما قال السيد المسيح: اذهبوا إلى العالم أجمع، إلى كل العالم، وتلمذوهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يعني كل قول المسيح هذا كان يطبقه بحذافيره هو ماشي في المشوارين. كان يبني الكنائس، لأنه ليش كان يبني الكنائس؟ لأنه كان يدخل الناس إلى حظيرة الإيمان بالمسيح عن طريق المعمودية، وهي عقيدة في إيماننا المسيحي. ولذلك كان يبني الكنائس كأماكن للعبادة، ومكان العبادة ضروري جدا، ضروري جدا. هالضرورة انبعثت في إيماننا المسيحي من اجتماع السيد المسيح له المجد مع الرسل، وإقامة أول قداس في حياة الكنيسة في ليلة العشاء الأخير. عرفتي يا بنتي؟ وهيك نحن إذا بدنا نتابع، نصلي الضوء الكتاب المقدس على سيرة القديس مارس الحكيم، بدنا نشوف معاني روحية كتير كتير. ومثل ما قلت لك، نحن في بحسب فكرنا اللاهوتي، نحن ما يهمنا ما القديس هو سيرته. صح، نعم. أكيد. نعم، استكمالا لحديثنا أبونا، كمان نعرف أنه القديس مارسي الحكيم عمل معجزات كتار، وكنا عم نسمع عنه كمان لكل حدا كان عم يقصد كنيسة مارسي اللي موجودة بالدرباسية. تقدر تخبرنا كمان أبونا عن بعض هالمعجزات وشلون صارت ونقاط؟ لا يا بنتي، يعني الجواب اللي في بالي قبل ما أذكره يذكرني بقول ليوحنا الرسول في الإنجيل عن السيد المسيح له المجد، أنه لو كل شيء عمله السيد المسيح ما في كتب توسع. ونحن في حياة الكنيسة لو انجمعت كل المعجزات اللي صارت عملها المسيح بيد القديسين ما في كتب توسع. والقديس مارس الحكيم من انطلاقته من برية سيناء بأمر من ربنا، ووصوله للهند، ورجوعه لأنطاكيا، وفي الكنائس اللي انبنت على اسمه، إلى كنيسة مارس الحكيم في درباسية، لو انكتبت كل المعجزات ما في كتب توسع. يعني أنا الضعيف، البعض القليل 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 جدا 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 من المعجزات اللي سمعتوها كتبتوها لهلا، أنا ألفت 8 أجزاء، ولسه في عندي أعداد معجزات كفي لثلاث أربع أجزاء. عرفت عيني؟ فمعجزات القديس مارس الحكيم كانت كتيرة، وخاصة بالنسبة للشفاء. كنيسة مارس الحكيم في الدرباسية مثل ما قلنا في البداية، منه التراث جابوه من المنصورية، فهي امتداد لكنيسة المنصورية، فجابوا التراث جاء مارس الحكيم على الكنيسة في الدرباسية، ترك هونيك وجاء للكنيسة في الدرباسية. ومن بناء الكنيسة وإلى اليوم، القديس مارس الحكيم باسم المسيح وبقوة صليب المسيح يعمل المعجزات الخارقة، يعمل المعجزات الخارقة.
عرفتي يا بنتي؟ باسم المسيح، بقوة صليب المسيح، وكمان هاي من المعاني الروحية. كمان هاي من المعاني الروحية، لأنه هاي تدخل في مهام المرسل. نعم. باسم المسيح، المسيح لما أرسل التلاميذ من جملة ما قال قال اشفوا مرضى. يعني بتكون تعمل معجزة. وفعلا مرقس يقول في آخر آية من الإنجيل عن الرسل والتلاميذ، وأما هم فخرجوا في كل مكان والرب يعمل معهم بالآيات التابعة، يعني بالمعجزات. فالمعجزة كمان هي عقيدة في إيمان المسيحي، وهي من المعاني الروحية في قصص القديسين على ضوء الكتاب المقدس. فالمرسل الحكيم معجزاته كثيرة. من المعجزات، بما أنه أنت طلبتي، من المعجزات سنقدر أبونا نحكي كمان هيك على شيء معجزة صارت بالكنيسة يكون كويس كمان مشان الوقت زي مشان العالم زي يعرفه. إيه من المعجزات، بعد 3 سنوات من رسامتي كان الخورية أصيبت بالحنجرة واختفى صوتها بالكامل، والدكتور سمير إبراهيم كان يشرف على علاجها قال لي بدها معالجة. يعني شو معالجة؟ يعني كانسر. عرفتي يا بنتي؟ فراحت نامت يوم الشعانين، عملنا قداس الصبح، المساء راحت نامت في الكنيسة وهي مرتلة، هي مرتلة. فأجا القديس مارس الحكيم وفتح تمها وعمل لها عملية للحنجرة تبعها. فهي قبل المعجزة صوتها كان طيب، بعد المعجزة فتح أكثر، ولما رجعناها على الطبيب قال ما فيش نهائيا. من المعجزات هاي، من المعجزات الكثير اللي أنا شفتوها هلا مو من مئات الآلاف المعجزات اللي عمل القديس مارس الحكيم، من المعجزات اللي أنا شفتوها، إجانا شاب يسكنه أرواح شريرة، والأرواح الشريرة دخلوا عن طريق الهراطقة الخارجين عن الإيمان، مو موضوع بحثنا بس للتنويه. فأجاني على الكنيسة، عملت له صلاة في الكنيسة، وبعدين قلت له تروح توقف قدام صورة مارس الحكيم، أنا دوري انتهى. فراح قدام صورة مارس الحكيم، أنا واقف عند الإنجيل وهيك منتكي على طرف الجود تبع الإنجيل وعم أطلع فيه 5 مرات، هو طويل طوله شي 180 سنتيم، 5 مرات يرتفع أكثر من متر على الأرض وكما الواحد يضربه في الأرض 5 مرات، يعني تكسر خطية. بعدين إجا لعندي عم يترنى، قلت له أثر معك خلص أمر مو طبيعي، لأنه قال يا أبونا وقفت قدام صورة القديس مارس الحكيم وطلبته أنه يحررني، فقال ما شفته غير ظهر السيد المسيح وجنبه ملاك ونزل مارس الحكيم من الصورة. السيد المسيح قالوا لمارس يا طالعا منه للشياطين، فقال مارس يا بلش يطالعا مني، وقال كل على 5 دفعات، كل دفعة يطلعوا ويحاولوا يرجعوا الملاك معه سيف من النار يمنعن فيروحوا، والسيد المسيح واقف له المجد. مارسيا عم يطالع بأمر من المسيح. عرفت عيني؟ هلا قال أول مجموعة طالعن من إجري، قال رفعوني لفوق وضربوني في الأرض، وقال ثاني مجموعة طالعن مارسيا من بطني، وطبعا عم يطلعوا يحاولوا يرجعوا الملاك يحط السيف من النار بين وبينه، كمان قال رفعوني لفوق وضربوني في الأرض، وثالث مجموعة قال طالعا من صدري نفس العملية، رفعوه ضربوه في الأرض حقدا طبعا، ورابع مجموعة قال طالعا من عيوني، قال حسيت عيوني خلص انفجروا، كمان رفعوني ضربوني في الأرض.
وخامس مجموعة قال طالعا من آذاني وسمعت صوتا، قالوا ما بقى نقدر نرجع له. وقال كمان هذوك رفعوني وضربوني بالأرض. فهذا قصته يا بنتي، انه هو مرته ما كان يجيب اولاد، هو هذا الشاب العلي منه طبعا، ومرته كانت متفهمة هذا الامر. اجاه احد الهراطقة اللي يعملون بالسحر، وبطريقة ما دخلوا الشياطين على اساس انه تصلي له مشان يجيبوا الاولاد. وبعد ما صلى له دخلوا هالشياطين، دخلوا شياطين الجنس. فقال لي بالحرف، قال ابونا الى درجة كان اشتهي امي، ففكرت بالانطلاق بالانتحار، ما اخلص بدي انتحر، يعني وصلت لهالدرجة بدي انتحر. المهم قلت له روح روح. بعد قلت له ترجع لنا. بعد 6 شهور رجع لعنا على الدرباسية وزوجته معه، زوجته معه، بس زوجته حامل، زوجته حامل. فتحققت منه صدق اللي كان يحكيه، منه تحققت صدق اللي كان يحكيه. فمن ناحية مارسيا طالع منه الأرواح الشريرة، ومن ناحية بقوة ربنا حبل مرته، حبلت مرته كمان، وهاي معجزة. وآخر معجزة اللي سمعتنا في كنيسة مارس الحكيم من شهر ونص، هاي اخر معجزة انا شفتوه يعني وسمعته فيها، ممكن في غيرها ما كمان الناس ما حكى لنا. المهم امرأة اصيبت بسرطان الثدي وجت هوني على القامشلي، والاطباء اكدوا وجود المرض وان لابد من اجراء العملية سريعا، واعطاها ادوية مشان تمهيد للعملية خلال اسبوع. فلما اجت وهي عم تسمع عن معجزات القديس مارس الحكيم في الدربيسية، اجت على الدربيسية وتبكي، وحكت لي القصة، وحكت القصة للخورية. فقدام الانجيل انا صليت لها، صليت لها وعطيتها مشحة، قلت لها يا بنتي هالمشحة تحطيها في صدرك ما تشيليها لبين ما تروحي على الدكتور. فراحت على البيت حطت المشحة في صدرها، التهب صدرها من الالم، شالتها راح الالم. رجعت حطت المشحة، التهب صدرها بالألم، شالتها راح الألم. قام زوجها قال لها حطيها وتحمل الألم لا تشيليها، لأنه خلال المشحة يبدو مارسها عم يسحب المرض. وفعلا حطتها وتألمت كتير لمدة ووقف الألم. لما صار موعدها مع الطبيب راحت عند الدكتور، طلبت فحوصات من أول وجديد. خلصت الفحوصات، قام الدكتور قال الحمد لله على الشفاءك، ما بقى معك مرض. وجت على الدربيسية، دخلت على الكنيسة وتبكي من الفرح. نعم نعم أبونا، صلوات وشفاعة القديس إن شاء الله تكون مع الجميع وكل المرضى كمان ينشفوا. أمين يا رب إن شاء الله. استكمالا كمان لحديثنا أبونا، مثل ما نعرف أنه الكنيسة السريانية الأرثوذكسية دائما تحتفل بالقديسين وبذكرهم، وهذا الشيء مثل ما قلته هو قدسية وبالإيمان وبالكنيسة أيضا. ليش عم تحتفل الكنيسة؟ الكنيسة تحتفل بالقديسين. هلا في عنا أسباب وفي عنا سند، لانه نحن في كنيستنا الرسوليه وخاصه السريانيه نحن ما بنعمل شيء مع حالنا الا يكون مسنود في الانجيل، اكيد، وكمان الاحتفال بالقديسين. وهلا انا بدي اقول السند او بدي اقول الاسباب قبل السند. فالاسباب هي توجيه اهتمام ومشاعر وعواطف المؤمنين الى انه يتحلوا بسير هذا سيره هذا القديس. مثل ما حكينا سيرته، إذا المؤمنين أخذوا هالسيرة وطبقوها في حياتهم تصيروا قديسين. ما هيك يا بنتي؟ ولذلك السبب الأول في أنه كنيستنا تحتفل بسير القديسين هي أن يقتدي المؤمنين بسير القديسين من أجل أن يكونوا مؤمنين صالحين وحقيقيين وعابدين حقيقيين من أجل أن يصلوا إلى ملكوت الله. هذا على الصعيد الروحي. على الصعيد الحياتي يا بنتي، سير القديسين كلها تهذيب كامل. يعني بس على الصعيد الحياتي إذا أخذنا في السيارة القديسين بدنا نكون مستقيمين في كل مجالات حياتنا.
أما السند لما المرأة الخاطئة راحت أخذت قارورة طيب كثير الثمن، يعني في هديك الوقت من 2000 سنة كان تقدير سعره حوالي 400 دينار، وسكبته على رأس السيد المسيح له المجد. لم يعترض المسيح، اللي اعترض يهوذا وباقي الرسل، وقالوا هذا كان ممكن ينباع وينعطى للفقراء. ويهوذا كان يريد يسرق الصندوق، كان يريد يأخذ المصاري لألو. فقام السيد المسيح قال لا، إنها عملت لأجل صلبي وموتي وتكفيني، إنها عملته لأجل تكفيني. وقال حيثما يذكر يبشر بهذا الإنجيل يذكر ما فعلت هذه المرأة تذكارا لها. هلا من كلام المسيح هذا، اجت شرعية تذكارات القديسين، لانه المسيح قال عن مين انه بدها تنذكر في كل مكان والى انقضاء الدهر؟ عن امرأة فاضلة ولو كانت خاطئة، بس تابت توبتها قادتها الى المسيح والى الاتحاد مع المسيح في مشاعره، في محبته، في كيانه، في ايمانه والى اخره، يعني صارت قديسه فيما بعد. عرفتي يا بنتي؟ فقال تذكارا لها. فمن قول المسيح هذا اجى مبدا الاحتفال بتذكارات القديسين. هاي من ناحيه، من ناحيه ثانيه مثل ما حكينا في سياق الحديث، الرسول بولس قال اطيعوا مرشديكم انظر لنهاية سيرتهم وتمثلوا بهم. عرفتي يا بنتي؟ فنحن القديسين هن أكبر المرشدين، إن كان في التعليم مرشدين، وإن كان في السيرة إلى هلا مرشدين، فبدنا نطيعا. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بهم، يعني مثل ما كانوا كونوا. هذا الأمر يلزم تقدير للمرشد للقديس، يعني هذا التقدير يتجلى في الاحتفال بذكرى عيده. فهل أيتين جمعناهن راح نشوف السند لأنه الكنيسة تحتفل بأعياد القديسين بشكل عام. نعم أبونا، كمان بالإضافة لهيك زي نحكي عن المشحة مثل ما ذكرتها، لأنه هي شفت المرأة اللي كانت مريضة، إيش هي الأهمية الروحية لمشحة مارسيا، وكمان إذا في إلها سند. طبعا لا سند يا بنتي، نحن في كنيستنا ما نعمل شيء بلا سند. لا، مو مثل هراطقة، نحن من أيام الرسل ولهلا كنيستنا ما تعمل شيء بلا سند. كله مسند. المشحة شو هي؟ قطنة مغموسة في الزيت. صحيح، ما هيك؟ قطنة مغموسة في الزيت. إذا صار عندنا قطن وصار عندنا زيت، كويس؟ هلا السند شو هو بالنسبة للزيت؟ السيد المسيح لما أرسل التلاميذ الإرسالية الأولى الإنجيل يقول وكانوا يدهنون المرضى بزيت فيشفوهم بزيت. ولذلك الرسول يعقوب اللي كان واحد من هذوك التلاميذ اللي بأمر من المسيح كان يشفوا المرضى بزيت، قال لشيوخ الكنيسة، قال للمؤمنين إن كان أحدكم مريض فليدعو قسوس الكنيسة، يعني شيوخ الكنيسة، فيدهنوه بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض. عرفتي يا بنتي؟ إذن السند الزيت صار مسند، ما هيك؟ صح. طيب شو سند القطن؟ القطن منه يصنع اللباس، كويس؟ الرسول بولس يحكي عنه سفر أعمال الرسل انه كان ياخذهم من لباسه ان كان مآزر ولا زنار ولا اي شيء يحطوه على المرضى يشفون المرضى. فالقطن كمان صار له سند. وكله بشو؟ كله بأمر من المسيح. اكيد بالنسبه للرسل اللي طلعوا يدهنون الناس بالزيت، لولا المسيح يقول لهم دهنوا بالزيت ما بيدهنوا بالزيت، انه ما يعملوا شيء معناتها حالا. وبالنسبه للرسول بولس، اصلا الرسول بولس المسيح له المجد قال عنه اناء مختار لي،
إناء مختار لي. يعني شو معنى؟ على طريقة المعنى اللي نقوله نحن في العامية، الإناء بما فيه ينضح. فلا بولس كان يعمل شيء إلا من عند المسيح، ولا كان يقول شيء إلا من عند المسيح. ولذلك لما كان يعطي إزار من عنده لأجل المرضى أيضا كان بأمر من المسيح. ولذلك شفنا القطن له سند والزيت له سند، عرفتي يا بنتي؟ لأجل شفاء المرضى وإخراج الشياطين. نعم أبونا، الوقت كتير صار ضيق، وصلنا للختام، للأسف ما رح نقدر نكمل أكثر. أكيد تودي ساقي لكل النقاط المهمة اللي ذكرتها والمعاني الروحية، وكمان أكيد المعجزات كتارنا، وكمان مرة تانية نتمنى الشفاء للجميع. تودي أبونا. شكرا يا بنتي. تودي.